يعني يمكن قبل الفاصل أنا وجهت سؤال لولبي لك يا فهد، وناطرين أكيد المشاهدين الإجابة. هل تم استغلال أساميكم لضمان نجاح المسرح أو المسرحية الواحد بالأخص؟ يكون صريح، يعني ما شاء الله فارس عنده جمهور، وأنا اللهم لك الحمد يعني عندي جمهور ومختلفين جماهيركم، مختلف يعني بالضبط، النمط اللي تقدمونه غير. بالضبط هو غير بسكة وأنا بسكة، أصلا حتى الناس منصدمة، أنت شلون أنت الاثنين براس واحد؟ مستحيل يعني، هذا بسكه هذا بوادي وانت بوادي، مولير اللي جمعكم بالضبط، وحتى ابو شملان بوادي، حتى الدكتور بوادي، حالات شلون. فما شاء الله يعني، فصارت في نفس كوكبه انجمعت على المسرح هذا. وبالعكس يعني حتى شباب الممثلين اللي معنا ترى عندهم جمهور، يعني عندهم قبول تبارك الرحمن من 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 الناس. صحيح. يعني مثل ما قلت يعني مو على اساس والله فهد عنده جمهور او فارس عنده جمهور، لا، اقمه الشباب وانتم طلعوا كله، يعني عندي اكثر من مشهد، انا ما في، انا مو موجود، ثلاث مشاهد مو موجود، انا مو موجود، وفارس يمكن اطلع اقول كلمه مع السلامه والباقي الشباب كلهم يلعبون، ولا اعتراض ولا شيء، احنا نبي نقدم رساله، نقدم فكره. حلو. بالعكس كان ممكن انا اقول حق وش، انا يعني اكون انا بطل كل مشاهد موجود.